انا دلوقتي بتبل البتنجان برضه عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا في الموضوع. انا بحب المقبلات زي البتنجان كده، نوع من انواع المقبلات على السفره، بما ان في كبده فراخ بدبس الرمان وفي طبق بصاره حلوه هنعمله دلوقتي. واو، فطبق المقبلات عندي بتنجان بالخلطه كده بالطشه، حلو جدا. الطشه دي قرن فلفل سبايسي قليته مع البتنجان. حلو اهو زي الفل. ومعانا الكبده طبعا، شفنا مقاديرها على الشاشه ولا حبيت تشوفوا مقاديرها يا شباب؟ طب تمام زي الفل. معانا الفلفل الحار ده اللي هو كان مقلي مع البتنجان. حلو الكلام. هنحط عليه شويه ثوم بالشكل ده كده، ومعلقه دبس الرمان صغيره. شفت بقى التركايه دي اهو، الله، صغيره كده عشان ما ناخدش بتاعه الكبده. ومعلقه طحينه. هعمل خلطه لطيفه كده هتنزل على البتنجان تاكل صوابع كوره. الله، شفت دول كده اهو زي الفل. حطيت انا دبس الرمان وحطيت فلفل حار. انت شايف اصلا انت بتحب الاكل سبايسي ولا لا؟ انت انا بحب السبايسي ايا كان، بس بالفلفل الاخضر مش الشطه. الشطه دي مؤذيه اذا ما كانتش من مصدر موثوق منه يعني، لان فيها كتير حاجات. خليك مع الفلفل ده ايا كان، هو مش مضر. هايل. وصحي على فكره. ده انا حطيت دلوقتي شويه عصير ليمون وهحط زيت زيتون. ايه رايك في التتبيله دي؟ حابب تضيف حاجه على البتنجان؟ حابب نفسك في توابل معينه تحطها؟ لا. لان البتنجان برضو خلي بالك عنده شويه قلطه كده مش اي حاجه بيحبها عليه. اهو ده عصير ليمون مع طحينه مع عصير مع الزيتون. زيت الزيتون. يا سلام. يا سلام. نقوم نضيف بقى شويه بقدونس لزوم الشيء كده. بس خلاص. هو ده بقدونس اللي انت حطيته صح؟ بقدونس مفروض. اللي جنبه ده ايه بقى؟ شبت. 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 طالما سالت كده انت راجل دغري معايا. ايوه. لا ما انا احب الراجل الدغري. انا ما بحبش اخش في اختبارات. ايوه هو ده. وبعدين انا جاي بسلم نفسي. لا تحاول من اول ما قعدت. ايوه. انا ماليش. الخضار ده ايه بقى تاني؟ انا عايز حضرتك احنا هنطلع فاصل دلوقتي. يلا. تعالى هنا قبل ما نطلع فاصل. اجيلك؟ ايوه. يا نهار ابيض. ايوه. لازم تشارك. يا نهار ابيض. وعايزك انت بقى ايه؟ اهم حاجه ما تندمش. لا لا حط لي الخلطه الجميله دي كده على وش البتنجان. ايوه يا شوفوا بقى كريم وهو بيلعب بقى مع البتنجان. ابيض. هو ده حبيبي. قسم يا سيدي. ايوه يا سيدي. ايوه انت مش عارف انا الفيديو كريم رمزي بيتبل البتنجان على ذوقه كتير شويه، هو اللي هياكل. ضيف النهارده وضيف حضراتكم ونجمنا النهارده في الملعب مع الشيف المغازي في اكله امي. هنطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد.